واحد بيقول ربنا قال على يهوذا كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد، فبيقول لماذا لم يفعل الله الخير ولم يجعل هذا الرجل لا يولد؟ أصل لو طبقت الحكاية دي ممكن تطبقها على كل أشرار الأرض، يبقى كان خيرا لكل الأشرار لو لم يولدوا، يبقى معناها ربنا ما يخلقش غير الأبرار فقط. ربنا أعطى كل إنسان حرية إرادة وترك أمامه الطريق متسع للخير لو أراد. وبالنسبة ليهوذا السيد المسيح أنذره عدة إنذارات. ثم برضو إذا كان على يهوذا نقول كده، طب الشيطان كان ممكن ربنا لا يخلق الشيطان بدل ما يتخلق ويترمي في بحيرة النار والكبريت؟ يبقى كأن بهذا الشكل صاحب السؤال عايز ربنا لا يخلق إلا الأبرار، وعشان يخلق الأبرار لازم تكون لهم حرية إرادة، وما دام في حرية إرادة يبقى لازم في ناس هيمشوا صح وناس هيمشوا غلط. ما تزعلش على يهوذا،